أهلا بكم. يتصاعد الحديث من قبل بعض شركاء العملية السياسية عن ضرورة وحتمية إقالة حكومة عادل عبد المهدي بسبب ضعفها وفشلها في إدارة الدولة وعدم تحقيق أي منجز لها برغم مضي أكثر من 10 شهور على ولادتها، حيث وصفها رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي بأنها أسوأ من كل حكومات المحاصصة السابقة. حكومة عبد المهدي كأسلافها من حكومات حقبة الغزو الأمريكي في العراق اختيرت أيضا في إطار تسوية ومحاصصة بين قوى العملية السياسية المتناحرة، غير أن هذه التسوية كانت أكثر اهتزازا وهشاشة، ما يعكس حقيقة ووضع المشهد السياسي العراقي المتشظي والمتصدع على كل المستويات. إقالة حكومة عبد المهدي وفرص الحكومة البديلة في النجاح مع بقاء نفس الإطار السياسي الحالي في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما الأسباب الحقيقية وراء تصاعد حديث بعض شركاء العملية السياسية عن إقالة حكومة شريكهم عبد المهدي؟ وهل القضية تتعلق بفشل وضعف هذه الحكومة فقط دون النظر إلى فشل النظام السياسي الذي صممه الأمريكيون عام 2003 برمته؟ وعلى ما راهن شركاء العملية السياسية في أن تكون حكومة عبد المهدي حكومة ناجحة وقوية ومختلفة عن أسلافها؟ ولما اعتبر العبادي حكومة عبد المهدي هي الحكومة الأسوأ على الإطلاق من بين كل حكومات الاحتلال والمحاصصة؟ وما حظوظ أي حكومة بديلة عن حكومة عبد المهدي في النجاح وتجنب مصير الحكومات السابقة وتقديم شيء مختلف؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، سعد ناجي الساعات. الذريعة: ضعف الإنجاز، والهدف إسقاط حكومة عبد المهدي. أما المتحركون فهم أقطاب العملية السياسية، المشاركون الفعليون بكل طواقم الحكومة والشاهدون على سلسلة الفساد المستمرة منذ 16 عاماً. إعلان لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي البرلمانية عن أرقام صادمة تتعلق بتدني نسب الإنجاز الحكومي حرك قواً وكتلاً سياسية للبحث عن بديل لعبد المهدي في حال سحبة الثقة منه. هذا التحرك جاء تزامناً مع تصاعدات داخل الأحلاف الكبرى ومنها تحالف الفتح، إضافة إلى خلافات داخل ميليشيا الحشد، وفي ظل احتدام النزاع الأمريكي الإيراني وأثره على العراق وخصوصاً من الناحية السياسية. كتل سياسية مختلفة تستعد لفتح ملف البرنامج الحكومي، وخصوصاً على المستوى الخدمي والاقتصادي ومعدلات الفقر والبطالة المتصاعدة. لكن أهم العوائق أمام حجب الثقة عن حكومة عبد المهدي هو عدم توفير بديل يمكن أن تجتمع عليه القوى السياسية ويتحمل ثقل تجاذباتها ويتقن سياسة إرضاء الجميع. القيادي في تيار الحكمة صلاح العرباوي ذكر أن عملية اختيار بديل عن حكومة عبد المهدي في حال سحب الثقة منها ستستغرق وقتاً طويلاً، الأمر الذي يدخل البلاد في شلل حكومي، إذ أن مجرد عملية ملء الوزارات الشاغرة استغرقت وقتاً طويلاً وأدخلت الأحزاب في صراع لم ينتهي بعد، فكيف بإيجاد بديل عن حكومة بأكملها؟ فشل حكومة عبد المهدي قد لا يختلف عن فشل الحكومات السابقة في أدبيات العرف السياسي السائد في العراق الجديد، لكن الظروف الزمنية التي مر بها ربما هي ما سلط الضوء على فشلها أكثر من غيرها. بالنسبة للشعب العراقي الذي يدفع ثمن العملية السياسية، يبدو أنه لا يعنيه تغيير حكومة أو إقالتها، فلا يجد بصيص أمل من تغيير الحكومة طالما أن أرضية الحكم وخطوطها العريضة ستبقى ثابتة كما رسمت منذ الاحتلال الأمريكي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في محاولات شركاء أو بعض شركاء العملية السياسية لإقالة
حكومة عادل عبد المهدي. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، وسيكون معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن أستاذ العلوم السياسية الدكتور سعد ناجي الساعتي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. نبدأ مع دكتور رافع الفلاحي. دكتور، حديث متصاعد ومكرر عن إقالة حكومة عبد المهدي، أنها ضعيفة، أنها سيئة، أنها واهنة، لم تقدم شيء، والحديث بلغ ربما حد التهديد من قبل شركاء العملية السياسية، شركاء عادل عبد المهدي. لماذا هذا الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، بداية هذا الحديث يعني ليس جديدا وليس أول مرة نسمعه، يعني هذا سمعناه في كل الحكومات التي جاءت السابقة. نعم. سمعنا نفس الكلام ونفس الأطراف، أطراف العملية السياسية كانت تدعي هذا الكلام نفسه وترمي التهم ويتبادلون يعني تراشق بالتهم وتحميل الآخرين الفساد والفشل. الحقيقة يعني قد سمعناه في حكومة نور المالكي وحكومة العبادي وهكذا كان الكلام حتى دائماً. بلغ لا جمع تواقيع وسحب ثقة وما إلى ذلك. نعم، وصلت في زمن نور المالكي الذهاب إلى الشمال وعقد جلسات وقوى، قضية كبيرة. الآن السيناريو يتكرر مرة أخرى، لكن دعني أقول أنه طوال ذيك المرات السابقة لم تحصل هذه القضية، يعني لم يحصل أنه خلال 16 سنة اللي مضت شاهدنا رئيس وزراء يستقيل أو يجبر على الاستقالة، هذه لم تحصل. ربما سيفعلونها هذه المرة لسبب واحد من الأسباب، أنهم يحتاجون إلى إلهاء الشعب، إلى إيحاء للآخرين أن هناك فشل وعليهم أن يحملوا طرفاً معيناً هذا الفشل، وهم يعرفون من البداية أن كل هذه الحكومات التي تشكلت من عام 2003 لحد الآن المطلوب منها أن تكون فاشلة وتكون فاسدة. هذا واقع الحال. الأمريكان صمموا هذه العملية السياسية ووضعوا هذه الحكومات وهذه الأحزاب داخل هذه العملية السياسية لكي تؤدي المخرجات إلى الفشل وإلى الفساد، وهكذا هي. والمطلوب أن يذهب العراق بهذا الفشل إلى فشل أكبر، إلى الخراب، إلى الدمار. هذا هو المطلوب. 16 سنة كل القوى اللي بالعملية السياسية تعرف هذه الحقيقة، تعرف أن الفشل هو الأساس، والمعادلة واضحة. القوى نفسها التي شاركت من عام 2016 هي ما زالت من عام 2003 لحد الآن هي من تشكل الحكومة، نفس القوى، نفس الأحزاب، نفس القوى. ما الجديد؟ يعني ربما وجدنا أسماء كثيرة، يعني بالانتخابات شاركون 300-350 حزب وتجمع، لكن كلها أسماء مشتقة من نفس المجموعات، من نفس المكونات، من نفس هذه الأحزاب والقوى الطائفية التي اجتمعت في هذه العملية السياسية، القوى الفاشلة الفاسدة المخربة اللي مطلوب من عندها أن تخرب هذا البلد. فبالتالي ما ينتج عنها مخرجات هذه القوى بهذه العملية المعادلة تؤدي إلى الفشل، لا يمكن أن تؤدي إلى النجاح. وتشكيل حكومة عادل عبد المهدي الأخيرة من نفس الصنف، نفس المكونات، نفس المحاصصة، رغم أنه ادعوا أنها يعني تكنوقراط، هذه كذبة كبيرة. والنتيجة واضحة، الأحزاب نفسها الفاشلة التي ساهمت بفشل العراق وخرابه ودماره وطائفيته وتهجير ناسه وسرقة أمواله أكثر من تريليون دولار، هي نفسها التي شكلت هذه الحكومة. فلماذا الآن تدعي أنه فاشل وهي تعرف من البداية أنه فاشل ولن يستطيع أن يفعل شيئاً؟ وهذه يعني معلومة يعني ليست جديدة. هذه المفاجأة التي يدعونها هذه كذبة كبيرة، ويدعون أنه جماهيرهم تضغط عليهم لأنه تريد شيئاً جديداً. حقيقة هذه كذبة أخرى مضحكة مبكية في نفس الوقت. من هي الجماهير التي تضغط عليهم؟ في آخر انتخابات 82% من العراقيين لم يشاركوا في الانتخابات. من هي الجماهير التي تؤيدهم وتطالبهم بهذه القضية؟ هي مجاميعهم الخاصة ومجاميعهم التي تحكم. فأي الجماهير التي يقصدونها؟ وهي التي ذهبت في الانتخابات. نعم. وال 82% من العراقيين الذين حق لهم التصويت لم يذهبوا إلى، وقرروا أن لا يدخلوا هذه اللعبة، ويعرفون أن هذه مصير هذه اللعبة الفشل. فبالتالي هذه الجماهير، الشعب العراقي كله يعرف هذه النتيجة. فهم عن ماذا يتحدثون؟ عن أي جماهير تلومهم أو تحرجهم لأنهم الآن
لديهم مشاريع، وما هي المشاريع التي لم تحقق في العراق؟ سنتحدث دكتور عن قضية هل كان أصلا موجود برنامج حكومي، برنامج انتخابي حتى الحكومة تحاسب على نسب فشل ونسب نجاح. دكتور عبد الحميد العاني، يعني أصحاب مشروع إقالة حكومة عبد المهدي عللوا هذا التوجه، هذه النية، أنه هذه الحكومة ضعيفة فاشلة لم تقدم شيء، لم تستطع إدارة الدولة، هناك ملفات كثيرة حساسة مهمة، قضية الفساد، حصر السلاح بيد الدولة، الانفلات الأمني، ضبط التنظيمات والميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة. يعني أصحاب هالمشروع هل يريدون القفز من هذا المركب الآيل إلى الغرق والسقوط، أم فعلا هناك استياء من أداء هذه الحكومة؟ وكما ذكر الدكتور رافع أن هناك أيضا ضغط شعبي على هذه القوى السياسية المشاركة في هذه الحكومة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. بداية، كل التصريحات التي تصدر من هؤلاء الساسة هو كما يقال كلام حق يراد به باطل. دائما يجب أنه ننظر إلى هذه التصريحات من منطلقين اثنين. الأول أن هذه أو هذه المشاكل التي تتحدث عنها أو تشخصها هذه التصريحات هي ماذا، ما الغاية منها؟ لماذا يصرحون هذه التصريحات؟ هل الغاية هو الإصلاح أو إيجاد البديل لهذه هذا الواقع السيء أو هذه المشاكل التي يصرحون بها أو يشخصونها؟ ثانيا، هو هذه التصريحات هل سيكون بعدها تغيير عملي فعلا لمثل لما يقولونه؟ كل هذه التصريحات أو كل هذه التشخيصات التي تحدثت عنها الآن قبل قليل تتفق عليها كل القوى الذين في داخل العملية السياسية والذين في خارج العملية، لأنه واقع لا يمكن إنكاره. إذن هذه التصريحات هي مجرد فقط كما ربما أشار الدكتور قبل قليل، هي فقط للاستهلاك الإعلامي ليس أكثر. عمليا لا يوجد تغيير، لا يوجد تبديل، لا يوجد إيجاد حلول، لأنه أساس هذه الحكومات مهما تغيرت الوجوه ومهما تبدلت الأسماء ومهما تبادلوا المواقع فيما بينهم، استمرار العملية السياسية هي باقية على ذات الأسس وذات المنهاج، ألا وهي قضية المحاصصة فيما بينهم، وثانيا مراعاة المصلحة للأسياد هذه العملية السياسية وهو المحتل الخارجي أمريكا وإيران، المتفاهمان على استمرار الوضع على ما هو عليه في العراق. إذن هذا هو ليس قفزا ولا محاولة إصلاح ولا فعلا تفكير لإيجاد البديل، هي لا تخرج عن إطار المحاصصة فيما بينهم وفي إطار التنازعات والمشاكسات، مشاكسات الشركاء فيما بينهم لتحسين مقاعدها أو مواطن هذا ومناصب ذلك وحصص هذا الجانب وذلك الجانب. والأمر الآخر الذي هو حتى نتحدث عنه، يعني هذه الحكومة هي فاشلة بالاتفاق الجميع، لكن هل معنى ذلك أن ما قبلها كانت أفضل منها؟ سنتحدث لماذا هذا الهجوم ثم على هذه الحكومة بأنها فاشلة وسيئة جدا، يعني مقارنة بالحكومات التي سبقت. المشكلة دائما ربما هي أساسية، أنه هو نوع ما أشار الدكتور أنه في قضية الخداع الشعب العراقي، هو محاولة خداع أو هكذا يراد أن قضية الفشل أو المشاكل في العراق هي تتعلق بالأشخاص لا بالمنظومة، في حين أن الواقع، وهذا أيضا من تصريحات بعضهم، أن الأساس المشكلة هي في منظومة العملية السياسية. أيضا عن قضية أنه مجيء مزيد من حكومات تنتهي، انتخابات مبكرة مع بقاء نفس الإطار السياسي، وهذا كيف سيترك أثر على هذه الحكومة البديلة أو الجديدة. دكتور سعد ناجي في لندن، هل الذين شاركوا وتحاصصوا حكومة عادل عبد المهدي كما شاركوا وتحاصصوا الحكومات السابقة من عام 2003 إلى اليوم كانت لديهم قناعة ورؤية أن هذه الحكومة ربما تكون فرصة في النجاح أفضل، لكنهم الآن بعد مرور تقريبا سنة، نقترب من سنة على من عمر هذه الحكومة، شعروا بالصدمة من فشل هذه الحكومة، من ضعفها وعدم سيطرتها على الوضع في العراق، هم الآن في حالة صدمة، وهذه الصدمة أيضا تحولت إلى استياء، ولذلك هم ذاهبون أو يهددون بإقالة هذه الحكومة. السلام عليكم وعلى الكرام الأخوين الدكتور عبد الحميد والدكتور رافع. أهلا وسهلا عليكم السلام. حقيقة يعني
هذا السؤال يطرح الآن وعليه علامة استفهام كبيرة. أولا الحكومة هذه التي أتت وشكلت هي مخالفة للدستور المقيت اللي احنا كنا ننتقده طبعا، لكن هم مطبقين. جاء برئيس وزراء ليس من البرلمان ولم يكن مرشحا وليس لديه أغلبية في البرلمان. اثنين، الأطراف المختلفة كانت تتصارع فيما بينها للحصول على هذا المنصب. فجأة اتفقت جميعها على القبول بالسيد عبد المهدي، وصورت للناس بأنه هو المنقذ المنتظر بالنسبة للعراقيين. طبعا من أول يوم تعين السيد عبد المهدي أنا بتواضع كتبت مقال قلت أنه لا يوجد في تاريخ هذا الرجل منذ أن كان رئيس جمهورية ووزير مالية ووزير نفط ما يدلل على أنه لديه إمكانيات لإصلاح الوضع. بالعكس، في كل المناصب اللي شغلها كان هو في، يعني إذا ما أريد أكون قاسي، غير ناجح بعمله ولم يحقق شيئا. الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع أنه اختيار السيد عبد المهدي جاء من الخارج وليس من قبل العراقيين ولا حتى من قبل المشاركين في العملية السياسية. وإذا أريد تغيير السيد عبد المهدي يجب أن تكون هنالك رغبة خارجية لتغيير السيد عبد المهدي، وبما أنه الآن لا توجد رغبة خارجية في تغيير السيد عبد المهدي فإن السيد عبد المهدي باقي في منصبه، وكل من يتحدث عن إخراجه وسحب الثقة عنه ومطالبته بالاستقالة. الرغبة الخارجية من؟ مناقشه المسألة بالبرلمان وإن البرلمان راح يسحب الثقة من الحكومة، هذا كله كلام في الهواء، كلهم لا يمتلكون القدرة على فعل ذلك. إذا أرادت إيران أن تغير عبد المهدي، السيد عبد المهدي ستغيره في لحظات، وإذا أرادت الولايات المتحدة أن تغير السيد عادل عبد المهدي ستغيره، لكن الطرفين متفقين على أن يبقى لأنه حقيقة هو مناسب لهما، ربما مناسب لإيران أكثر، لكن هو في داخله أيضا مناسب للولايات المتحدة الأمريكية ولسياستها، وهذا الذي يتحدث فيه البرلمانيون وعدم تحقيق إنجازات. ما هي الإنجازات اللي حققها السيد نور المالكي حتى ينتخب دورتين وكاد أن يكسب الثالثة لولا معارضة الولايات المتحدة الأمريكية له؟ ما هي الإنجازات اللي قدمها السيد الجعفري أو السيد علاوي؟ يعني الشيء المضحك أنه الآن السيد العبادي الذي انتقدناه كثيرا ظهر أنه هو أفضل من غيره في على الأقل حقق أشياء في بعض المجالات، ولكن لما أريد بأن قال سأطبق العقوبات على إيران لم تكن له هنالك أي فرصة بالفوز بالمنصب مرة ثانية، وهكذا يبقى العراق لعبة بهذه الأضراب الخارجية. دكتور سعد، لكن يعني هناك من يؤكد حتى من في التقارير يعني الغربية والمراقبين سواء داخل العراق وخارج العراق أن الوضع في العراق بلغ من السوء والانحطاط ما لا يمكن الاستمرار به، حتى أنه أحد مستشاري رئيس الحكومة السابق قال أن الوضع في العراق يعني يحتاج إلى اللطف الإلهي، وإلا نحن ماضون باتجاه المزيد من التشظي والتصدع. فألا ربما هذا الوضع يفرض على القوى أو اللاعبين الإقليميين والدوليين التفكير ببديل؟ هذا اللي يقول المراقبين الخارجيين بمثلي ومثلك ومثل غيرنا اللي قالوا المتحدثين اللي معك، هذا الذي نقوله نحن منذ عام 2003. نعم. تدهور مستمر والآن سيصل إلى حافة الهاوية، هذا نحن نقوله. لكن اسألني هل السيد عبد المهدي وحكومة عبد المهدي ووزراء السيد عبد المهدي مقتنعين بهذا الشيء؟ الآن إذا تسمع تصريحاتهم قبل دقيقة يقول لك هذه العملية الجميلة وهذا الإنجازات الكبيرة وهذه الديمقراطية، ولا تفشلوا هذه العملية لأن هذا يذهب بالبلاد إلى الاضطرابات، وكأنما البلاد عايشة تعيش في حالة سلام وأمن ورفاه ولا تعيش في حالة تدهور. هذول الأشخاص لن يخرجوا
إلا بإرادة خارجية ولن يشعروا ولن يشعروا بما يجري في العراق. وإذا لا يفقس العراق وتتوقف أموال النفط من الدخول إلى العراق سوف لن يتركون العراق، إلا إذا الشعب العراقي شعر في لحظة من اللحظات بأنه يعني مطلوب منه أن يغيرهم بثورة شعبية، وإلا بغير هذا الأسلوب لن يكون هنالك أي تغيير ولن يكون. صدقني من في الحكومة لا يشعر. أخي السيد رئيس الوزراء على التلفزيون عدد 40 أو 35 باب للفساد اللي تشمل كل الدولة العراقية كل خلال 10 أشهر. ماذا فعل لإيقاف الفساد في وحدة من هذه الأبواب؟ لا شيء. نعم. حتى أن اللجنة، اسمح لي دكتور، حتى أن اللجنة التي شكلها عادل عبد المهدي بعد تشكيل حكومته لمكافحة الفساد لم تنجز شيء من ملفات الفساد. أشكرك دكتور، أرجو أن تبقى معي، مضطر أن نتوقف عند هذا الفاصل القصير. نستأذن من الضيوف هنا ومن المشاهدين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا في طاولة حوار عن محاولات بعض شركاء العملية السياسية إقالة حكومة شريكهم في العملية السياسية حكومة عادل عبد المهدي. ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في محاولات بعض شركاء العملية السياسية إقالة شريكهم عادل عبد المهدي. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني والدكتور سعد ناجي جواد الساعاتي. دكتور رافع الفلاحي، ثمت إجماع من شركاء العملية السياسية أنفسهم ومن مناهضي العملية السياسية في الداخل والخارج والمراقبين في العراق وخارج العراق على أن كل الحكومات، حكومات حقبة الغزو الأمريكي، كانت فاشلة وسيئة وضعيفة، وهي التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه الآن من التردي والانهيار والانحطاط. هذا الفشل المتكرر والمستنسخ لما؟ أليست هناك فرصة للاستفادة من التجارب السابقة للحكومات على الأقل للضحك على الرأي العام في العراق؟ أستاذ ماجد، يعني دعني قبل أن أجيبك على هذا الموضوع أريد أن أقول، يعني مثل ما قال الدكتور سعد قبل قليل عن عادل عبد المهدي، عادل عبد المهدي قبل توليه الوزارة، قبل قبوله يعني أن يكون رئيس الوزراء بأربع أو خمس أيام، نشر مقالة قال فيها بالنص أنه أنا عرض علي هذا المنصب وأنا رفضته. نعم. لأن الشروط غير متوفرة. نعم. لقبوله ولا للنجاح. نعم. بعد خمس أيام ظهر على شاشات الفضائيات ليقول انه انا قبلت هذا ويؤدي اليمين الدستوري. ما هي يعني ما الذي جعل هذه الشروط التي كان غير متوفره توفرت بهذه السرعه، يعني بفعل عصا الساحر هذا اللي توفره. هذه دكتور في هذه النقطه، يعني هناك من يقول ان الرجل شركاء في العمليه السياسيه تعهدوا له انهم سيكونون له سندا وعضدا وسيعاونونه في هذه الخطوة وييسرون أمره، لكن يبدو أن هناك نكوص في هذه الوعود. نعم. كل مشروع عندما يعني قررون إنجاز مشروع معين يجب أن توفر فيه أرضية ومناخ مناسب وبيئة مناسبة وتوفر أدواته. هو يعرف إذا كان هناك مشروعا ناجحا للعراق، لقيادة العراق الخروج من هذا النفق المظلم اللي وضعوه به من عام 2003 بكل هذه الحكومات الفاشلة وبكل هذه الحكومات الفاسدة وهذا الخراب وهذا الدمار وهذه الميليشيات، يجب أن يكون هناك مشروع. المشروع يجب أن يقوم على أدوات. الأدوات
التي جاءت بعادل عبد المهدي هي نفسها الأدوات التي أدخلت العراق بهذا النفق، ساهمت بإدخال العراق إلى هذا النفق، نفق الفساد والخراب والطائفية والفرقة والتشتت والسرقة والنهب وكل هذا السوء اللي موجود. طيب نفس هذه الأدوات، ما هو عادل عبد المهدي من نفس هذه الأحزاب، يعني هو من يعني نزل باراشوت من المريخ، هو هذا عادل عبد المهدي جزء من هذه المنظومه الفاسده الخربه اللي جاءت من 2003 لحد الان تحكم، فهو بالتالي جزء من عندها. واشار الدكتور سعد قبل قليل عندما تحدث عن يعني هو فاشل في كل مناصبه، وهذه حقيقه، وهو يعبر عن فشل حتى الحزب والمكون الذي ينتمي اليه، مكون السياسي الذي ينتمي اليه، هذه حقيقه الموضوع. فبالتالي الحديث عن نجاح لمشروع ويتفقون على نجاح هذا المشروع هذه غير متوفرة، لأن العلة ليست في الأشخاص فقط، العلة في الإطار مثل ما قال الدكتور عبد الحميد، الإطار الضابط لهذه القضية. هناك عملية سياسية فيها خلل بنيوي، خلل من البداية أساسي فيها. هذه العملية بنيت على محاصصات، بنيت على تقاسمات يتقاسمون المناصب والأموال. هذا الخلل غير قابل للتقويم والإصلاح، أم أن هناك الذين صمموا هذا الإطار، رعاة هذا الإطار، المشاركون في هذا الإطار لا يريدون الإصلاح؟ هو الإطار لا يصلح، هذا الإطار يجب أن نزيله، يجب أن تأتي بإطار آخر جديد ليس فيه محاصصة، ليس فيه يرعاه دستور مبني على المكونات، مبني على يقولون إزالة هذا الإطار يذهب بنا إلى الفوضى، إلى المربع الأول، يقولون إلى المربع الأول الفوضى. وهذا سؤال غريب عجيب، يعني الحقيقة هذا الحديث عن المربع الأول غريب عجيب. ما هو المربع الأول؟ ما هو هذا السؤال اللي دائما احنا نطرح على أنفسنا، ما هو المربع الأول الذين يخوفون العراقيين منه؟ يعني مربع الطائفية والخراب والفوضى الأمنية والفوضى الاقتصادية والفساد، ما هو موجود به العراق من عام 2003 لحد الآن يعيش في هذا المربع، يعيش في فوضى أمنية وفوضى سياسية وخراب ودمار، وتوصل به الحالة إلى الوضع أفضل من المربع العاشر ربما وتوصل به الحالة إلى أن يطلع الجعفري يقول إنه هذه واحدة من الحكومات، يقول هذه حكومة ملائكية. وهي سارقة أكثر من 350 مليار دولار من أموال العراقيين، وهو يقول عنها حكومة ملائكية. فبالتالي وقبل هذا وذاك، مقتدى الصدر عبر الجسر مع مليون شخص وذهب وقعد بخيمة بالمنطقة الخضراء وقال إنه تقنقراط، وبعد ذلك خرج، وما الذي حصل؟ هذه العملية نحن نعيش مشهد بائس، مسرحية هابطة منذ 16 سنة الحقيقة، تتكرر مشاهده. ربما أقول ربما سيتغير عادل عبد المهدي، يأتون بواحد غيره لكي فقط يلهو الناس ويوحل الناس، أو يحاولون تضليل الناس أن هناك ديمقراطية وأن هناك حلول. نعم. وأن هناك من يتحمل المسؤولية، وأنهم يعني يمتلكون الجدية والإخلاص لإنقاذ العراقيين من هذه الكارثة. الحقيقة هم أدوات الكارثة، هم أدوات الخراب، لا يمكن لأدوات التخريب أن تكون أدوات للبناء. على ذكر السوء الذي طبع كل مسيرة الحكومات من عام 2003 إلى اليوم، دكتور عبد الحميد العبادي وصف أن هذه الحكومة هي الأسوأ من بين كل حكومات المحاصصة السابقة من 2003 إلى اليوم. لما يعاب على هذه الحكومة أنها سيئة وضعيفة وحكومة محاصصة إذا كانت كل أسلافها من الحكومات هي بنفس هذه المواصفات؟ يعني كما تقدم قبل قليل، هي أول هذا التصريح يحمل طبعا معاني كبيرة وكثيرة، من أهمها هو الاعتراف بفشل أو بسوء من سبقه من الحكومات وبفشل هذه أو سوء هذه الحكومة كذلك. لكن أيضا يجب أنه لا ننسى أن هذا التصريح هو صادر من سيء قبله، يعني ليس من مصلح أو من يريد الإصلاح. ماذا فعل العبادي الذي أو يعني يشخص هذا التشخيص؟ ما هو كانت أيضا حكومته كانت أيضا سيئة، والذي جرى اليوم أو الذي يجري اليوم على يد أو في ظل حكومة عادل عبد المهدي هي ذات ما كان يجري في ظل حكومة العبادي ومن قبله المالكي ومن قبله الجعفري، كل حكومات الاحتلال تتشارك. لكن الفرق أنه إيش؟ ربما نسب هذا الفساد أو الآثار على الشعب العراقي تزداد في هذا الملف وتقلص في ملف آخر. المشروع الموجود الآن، العملية السياسية، يجب أنه ننظر إليه بثلاثة أمور.
صاحب المشروع، أصحاب المشروع، ليس صاحب المشروع، أصحاب المشروع، وهو كما تحدثنا في أكثر من مرة وهو أمريكا وإيران. نعم. ومتخادمان رغم الاختلاف متخادمان في هذا المشروع. أدوات هذا المشروع اللي هو أدوات العملية السياسية، الأحزاب المشاركة في العملية السياسية مهما كانت مرتبتهم، لأنهم أيضا طبقات ومراتب. الحلقة الثالثة وهو الشعب، الشعب هو المجني عليه وهو الحلقة الأضعف في كل هذا. صاحب المشروع يجب أنه يكون كل هذه القرارات المصيرية تتم برضاه وبموافقته. والذي يهمه بالمناسبة هنا كما ذكرنا أيضا سابقا هو أن يسير مشروع بشكل دائم. هنالك تجاذبات وهنالك اختلافات جانبية، وفي بعض الاختلافات الجزئية يغض الطرف عنها صاحب المشروع، لأنه يهمه أولا أن يستمر المشروع الأمريكي، العملية السياسية يستمر، وأيضا لربما نوع من الخداع أن هنالك شيء من الديمقراطية، شيء من الحراك وهذه السياسي، وهذه نقطة مهمة وهو جزء أيضا من الخداع. أشكرك، سنتحدث عنها، عن قضية أنه إقالات الحكومة والإتيان بحكومة بديلة أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة، هل هذا يدل أو يعكس حياة برلمان ديمقراطية سياسية تداول سلمي وما إلى ذلك. دكتور سعد، يعني هل كان بالأساس لهذه الحكومة، حكومة عادل عبد المهدي، برنامج انتخابي، برنامج حكومي للإصلاح وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في العراق، أو رؤية ما حتى الآن تحاسب على نسب النجاح، نسب الفشل، وبالتالي التوجه إلى يعني إقالة هذه الحكومة أو حجب الثقة عنها كما طبعا يردد بعض شركاء العملية السياسية، لم يكن بالأساس لها برنامج حكومي للإصلاح؟ يعني ربما أنا أكون جاهل بالأمور، لكن أنا لحد الآن حقيقة أو منذ أن أعلن عن تكليف السيد عبد المهدي لم أسمع بأي برنامج حكومي، أي برنامج إصلاحي. أنا سمعته يتحدث عن إصلاحات. أنا منذ اللحظة الأولى لما أرسل رسالته اللي اعتذر فيها عن القبول بالمنصب وقال أنه أنا لا أستطيع، لأنه إذا لا أعطى الحرية في اختيار الوزراء ولا أعطى الحرية في محاربة الفساد فلن أقبل، وذكر أمثلة منها ومثل، قال أنه الآن قبل أن يؤدي البرلمانيون الجدد اليمين الدستورية ويصبحون نواب، أحدهم ذهب إلى إحدى الوزارات وفرض على المدير العام أو وكيل الوزارة أن يمشي أو يستحل أمر عقود بملايين الدولارات لصالحه. فأنا كتبت وقلت يا سيد عبد المهدي، الآن أنت قبلت، أول شيء المفروض من عندك أن تقوم بإحالة هذا النائب إلى المحاكم وتسحب عنه الحصانة وتطلب من البرلمان أن يسحب منه الحصانة وتحيله للمحكمة، لأن هذه هي البداية الصحيحة لمحاربة الفساد. الأخ لم يفعل هذا الشيء، والأتعس من هذا لحد هذه اللحظة ينتظر ترشيحات الكتل لكي ترشح للوزير الذي يعين، يعني هو حتى لم يختار الوزراء الذين يجب أن يعملوا معه. هو الآن يمثل يعني مثل واحد ناقل الرسائل، يجي رسالة عين هذا وزير يصلحها على البرلمان، البرلمان يوافق يعينه، ما يوافق يرشح غيره. أين أنت ترشح؟ بقى 6 أو 7 شهور يبحث عن وزير دفاع، وبالتالي جاب وزير دفاع من مرشح من قبل نفس الكتل التي محاصصة والتي سبق وأن رشحت وزراء فاشلين في هذه المرحلة. نعم دكتور رافع، هذه العملية عملية إقالة الحكومة بسبب فشلها أو لأي سبب من الأسباب، والذهاب إلى انتخابات مبكرة ومحاسبة الحكومة على هذا الفشل أو الضعف، يعني ألا يدل على أنه فعلا في العراق الآن حياة ديمقراطية يتم تداول السلطة فيها يعني بطريقة سلمية، تداول يعني سلمي، هذا يعكس حياة ديمقراطية وإن كانت ربما فيها سلبيات، لكن بالنهاية هذا وضع ديمقراطي. أولا الحياة الديمقراطية أستاذ ماجد لا يمكن أن تكون على سطح واحد مع الطائفية، لا يمكن للديمقراطية أن تستوي مع الطائفية على سطح واحد، هذه
يعني نقطة رأس السطر وانتهى الموضوع. لا يمكن الاثنين، والعراق مملوء بالطائفية وحاكمة الطائفية وعملية السياسية هي مبنية على أساس الطائفية والمحاصصة الطائفية، فلا يمكن للديمقراطية أن تستوي في هذا الموضوع. ثانيا انتخاب يعني اختيار عادل عبد المهدي واختياره للوزراء لم يتم بقضية ديمقراطية، يعني مثل ما قال الدكتور الآن، هو ليس يعني ما عنده كتلة ما محصل أصوات، اختيار خارجي وجاءوا به. وربما واحد من الأوصاف الجميلة اللي سمعتها من دكتور سعد الآن إنه هو ساعي بريد، فعلا هو ساعي بريد، لأنه الكتل نفسها يتحدث هو إنه مريد حكومة محاصصات، ومقتدى الصدر يؤكد على هذه الكذبة الكبيرة. شنو محاصصات؟ الكتل نفسها والأحزاب ترشح مرشحين إلى عادل عبد المهدي، وعادل عبد المهدي فعلا هو يعني ساعي بريد ينقل هذه الأسماء إلى البرلمان، وبالتالي هذه الكتل المؤلفة للحكومة المؤلفة للعملية السياسية هي من تصوت عليها، تقبل هذا أو ترفض ذلك بموجب تسويات سياسية واقتصادية وبزنس، وهذه القضية يتعاملون مع القضية بهذا الشكل، وبالتالي يخرج الوزير من هذه العباءة، إما أن يقبلوا به أو لا يقبلوا به تبعا للمكاسب التي يحصلون عليها. هذه حقيقة الوضع، وكل الوزراء بهذا الشكل. إذن هم اختيار الوزراء واختيار رئيس الوزراء لم يتم بطريقة ديمقراطية، إقالتهم ستكون طريقة ديمقراطية، هذه كذبة كبيرة. الديمقراطية غير موجودة بالعراق، نحن بلد يعني غارق في الاستبداد، غارق في الطائفية والخراب والاستبداد، ولولا الاستبداد لما وصلنا لهذا. هذا استبداد يعني بكل أشكاله، هذا الاستبداد هو هذا شكل الاستبداد. فأين الديمقراطية؟ هذه الديمقراطية مجرد كلام يعني يكتب في صحف غربية، أمريكا التي جاءت بهذه الديمقراطية المعلبة للعراق، وهم يتحدثون عن ديمقراطية ويتركون الجماهير تطلع للشارع ويقولون هذه شو الديمقراطية، هذه تظاهرات. هو يهتف من الصبح إلى الليل، ويهتف وسنة بالشارع يبقى سنوات 16 سنة العراقيين يخرجون، ما الذي حققوه؟ فبالتالي إذا ما أزعجوهم سيتركون يعني يطلقون الميليشيات والقوى الأمنية لكي تصطادهم وتختالهم وتعتقلهم، وهذا ما حصل طوال 16 سنة الحقيقة. فأين الشعب؟ أين الديمقراطية؟ يعني لأن عندنا 500 صحيفة تصدر يوميا وأسبوعيا، لأن عندنا 40 ما أدري 50 ما أدري 100 قناة فضائية كل وحدة تابعة للحزب، مع أول نقد لأي حزب تغلق هي مكاتبها ويلاحق أيضا منتسبها. كذبة كبيرة، هذه كذبة كبيرة الآن، يعني لا يمكن احتمالها. قناة الحرة الوحيدة طلعت في تقرير استقصائي قالت أنه ذول العتبتين الحسيني والعباسية يشك في فساد، وحكت بمعلومات صحيحة وكل العراقيين يعرفون، أغلقوها مباشرة حتى دون الرجوع إلى قانون نفس الهيئة التي أغلقتها، عندها قانون يعطي إنذار وينطي ما أعرف شنو، لم تعمل به، أغلقتها للقناة لمدة 3 أشهر وستغلق ويعتذروا. فأين الديمقراطية التي يتحدثون عنها؟ هذه كذبة كبيرة، ولا وجود للديمقراطية، ونحن نعيش حالة من الاستبداد الكامل. دكتور عبد الحميد العاني، إذا نجح أصحاب مشروع إقالة حكومة عبد المهدي والإتيان بحكومة بديلة عبر انتخابات مبكرة، انتخابات تسويات محاصصة، هل تعتقد أن هذه الخطوة ستكون محل إشادة وتفاعل من الرأي العام في العراق المهموم والمثقل بهموم كثيرة، وأنه قد يقنع أنه هذه من أجل المجتمع، من أجل الناس؟ لا حقيقة، والشعب العراقي اليوم في وعي عن أن هذه المسرحيات لم تعد تنطلي، هنالك فئة محدودة نعم لا تزال تسير في ركاب هؤلاء، وربما يطبلون وراءهم لأنهم منتفعين منها، لكن الوعي الحقيقي أو الجماهير الحقيقية لديها وعي أن هذا كل قضايا شكلية، وكل هؤلاء حتى المناصب هي مناسبة، يعني هي ديكورات، يعني منصب رئيس الوزراء هو ديكور لحماية العملية السياسية أو الأدوات التي قلنا عنها قبل قليل لاستمرارهم في فسادهم. حتى هذا الوزير أو ذلك الوزير هو لما يؤتى به هو ديكور، وإلا يعني خير مثال على هذا أنه الآن إلى الآن لم تحسم الكثير من الوزارات، يعني التربية إلى الآن لم تحسم، لكنه لا تزال العملية، الطلاب لا يزالون يدرسون، طبعا عملية تعليمية فاشلة. ونضرب مثال آخر، مثلا وزارة الداخلية
بعد مدة استمرت منازعات ومشاكسات اختيار وزير. ما الذي تغير قبل اختيار الوزير وبعد اختيار الوزير على مستوى الشارع؟ الشعب العراقي ماذا لمس من متغيرات؟ هل تغير الأمن؟ مستوى وزارة الدفاع، وزارة الصحة؟ فهؤلاء كلهم هم ديكورات، وزير وأعلى من الوزير، فإن تغير أو لم يتغير لن يؤثر ذلك على واقع الناس ولن يؤثر على وعي الناس، لكن هنالك من هو مطبل وهؤلاء سيطبلون وسيقولون أن هذا شيء دليل على الحراك السياسي والوعي وإلى غير ذلك من أمور يحاولون بها خداع الناس، وأيضا التصدير أو الخداع المجتمع الدولي ربما لتصوير أن لدينا في العراق كما يسمى حكومة ديمقراطية كما تسمى. دكتور سعد، يعني هذه الإقالة، إقالة حكومة عادل عبد المهدي، هل تعكس فعلا حالة استياء من الشركاء الحكوميين، شركاء العملية السياسية، أم هي أيضا تعكس أو واحدة من تجليات هذا الصراع والتناحر بين الشركاء العملية السياسية والقضية لا علاقة لها بحاجات الناس سواء الخدمية أو الأمنية أو الوضع في العراق؟ هذه عبارة عن عملية مساومات، عملية ابتزاز للحصول على مزيد من النفوذ من المناصب. يعني خليني أقول لك شيء واحد. نعم. بابتداء تغيير رئيس الوزراء أو تغيير الحكومة كما قلت لك في البداية لن يحصل إلا إذا أتى أمر خارجي بذلك، والخارجيين الولايات المتحدة وإيران لا يختلفون ولا يمتعضون من أي شخص إذا كان فاسد أو سارق أو غير مؤدي لواجبه، بالعكس يتمسكون به طالما ينفذ رغباتهم. وهذا ليس فقط بجانب حزب واحد، كل الأحزاب المشاركة في العملية السياسية سواء كانت عربية أو كردية من هذا المذهب أو هذا المذهب بنفس الفساد وباقية بسبب موافقة أو رغبة أو لأنها تمثل مصالح الأطراف الخارجية. لن يكون هنالك تغيير، الحديث عن تغيير لن يتم، لأنه المصالح الخارجية الآن هي متفقة على هذه الوجوه على أن تبقى. وإذا حدث ما حدث وحصل تغيير، يعني أحد الأطراف تصور أنه يمكن أن يغير هذه الوجوه، سيكون البديل من نفس الوجوه الموجودة، وبالتالي لن يتغير شيئا، تبقى نفس الوجوه تتداول مثل ما دوروا النواب الفاسدين في الانتخابات لمدة 16 سنة، مثل ما دوروا الوزراء والمسؤولين يدورون رئيس وزراء يجيبون واحد آخر من نفس العملية السياسية، وهذا أيضا يأخذنا في السنة سنتين فشل وسرقات وفساد، وبالتالي الشعب العراقي المسكين يبقى يعاني من هذه المصائب. مثل ما قلت لك، إذا لا يتخذ العراقيين قرارهم بأنفسهم ويعملوا شيئا شعبيا لتدارك هذه المشاكل لن يحلهم الخارج ولا حتى هذه الوجوه السياسية أي مشكلة. أشكرك الدكتور سعد الجواد ناجي جواد الساعاتي، أستاذ العلوم السياسية، وكان معنا من العاصمة البريطانية لندن عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك دكتور. دكتور رافع الفلاحي، الحكومة القادمة إذا ما أتت، هل يمكن أن تقدم شيء مختلف على الرغم من أنها أيضا تبقى تخرج من رحم نفس الإطار السياسي بنفس الضوابط، ممكن أن تخرج عن ضوابطه عن مقاساته، لأن الوضع الآن في العراق بلغ حد الانفجار. هل يمكن أن شركاء يتعظوا من التجارب السابقة، أن تكون هناك رؤية مختلفة للوضع، خاصة وأن المجتمع يعني ما عاد يقبل بمثل هذه المسوغات أو المبررات السابقة، الحديث عن قضية الإرهاب، التحديات الأمنية، كلها الآن انتهت؟ أستاذ ماجد، يعني هذه الحسابات المجتمع للشعب هذه غير موجودة في حسابات في إطار عمل هؤلاء الذين في العملية السياسية أبدا. هذه مجرد لغو إعلامي، يعني يتحدثون به عن الشعب وطموح الشعب والخدمات، هذه كذبة، هذه غير موجودة بحساباتهم. لو كانت في حساباتهم لكان العراق الآن غير شكل.
يعني ما كان عندنا الآن أكثر من 10 ملايين فقير تحت خط الفقر، ما كان عندنا هالقد أمية، ما كان عندنا بطالة، ما كان عندنا قراب. العراق مئات الآلاف من المغيبين والمختطفين، ملايين 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 المهجرين بالخارج والداخل، هذه كارثة. مدن مدمرة بالكامل، الشعب ما موجود في هذه المعادلة. المعادلة مبنية على مكاسب ومحاصصات ومناصب فقط. هم يعتقدون أنهم بنوا خلال 16 سنة قوى أمنية وقوى ميليشياوية تحمي النظام، تحمي العملية السياسية. ألم يتحدث نوري المالكي الزعيم هذا الذي يتحدثون عنه المنقذ، ألم يتحدث قال أنه لولا خوفي على العملية السياسية لفضحت الإرهابي؟ إرهاب، يتحدث مجرمين لا يفضحهم خوفا على العملية السياسية. العملية السياسية فيها حياتهم، فيها وجودهم. حتى علي الأديب دكتور القيادي في حزب الدعوة قال الكشف عن الفساد والفاسدين بهذه الطريقة يعني معناها انهيار العملية السياسية. إذن هم يحافظون على العملية السياسية، والعملية السياسية قائمة على معادلة. المعادلة هذه، هذه القوى، هذه القوى البائسة المخربة الفاسدة هي من تختار وزراها، من تختار حكوماتها، وبالتالي النتيجة واضحة، نتيجة الفشل صفر. هم يريدون هذا، المطلوب منهم، ليس مطلوبا من أي حكومة قامت من عام 2003 لحد الآن أن تنجح. إذا أرادت أن تنجح فيجب عليها أن تزيح كل العملية السياسية وتزيح كل هذه الأحزاب وكل هذه القوى، لا تشترك معها وتحاربها، تحاربها هذه الحكومة. هل تستطيع؟ القوى الأمنية والقوى العسكرية والميليشياوية هي التي تنتخب هذه الحكومات، وهي منتخب الميليشيات هم أعضاء في البرلمان وهم من يقومون البرلمان وهم من أتوا بهذه الحكومات. نعم، خاصة الحكومة. فبالتالي هذه القضية منتهية، المعادلة قائمة هكذا، فساد زائدا خراب زائدا هذه الأحزاب تنتج فشل. لا يمكن تتغير هذه المعادلة. الإطار والبيئة والمناخ هو مهيئ لهذه المسألة، لذلك لا يمكن تأتي حكومة تبدل الوجوه كلها، بدلها سيبقى الفشل كما هو، والعراق ذاهب بقطارة إلى الهاوية. هذه منتهي القضية من عندها، وهو المطلوب إيرانيا وأمريكيا ومن هذه القوى التي جاءت تخدم هذا مع المشروع. كل حكومة في الخطاب الانتخابي الذي يسبق تشكيل الحكومة، الحكومة القادمة، يتم الحديث عن هذه الحكومة ستكون حكومة التغيير الشامل والكامل. هذه كذبة كبيرة، لأنه كل الحكومات قيل قبل أن 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 تجي انتخابات أن هذه حكومة التغيير. نعم، لأن السؤال المهم اللي يجب أن نطرحه دائما على أنفسنا، يعني هي أمريكا عبرت الأطلسي وجاءت بجيوش لأجل خير العراق والعراقيين ومن أجل عيون العراقيين ولكي تبني لنا تجربة مزدهرة وخير للعراق وتقدم وحضارة، أم جاءت بمشروع احتلال يدمر العراق؟ هي هذه الحقيقة، جاءت لتدمر العراق، لتسرق، لتنهي. وهؤلاء هذه الأدوات هي التي تساعد هذا المشروع على البقاء، هذه الحقيقة. فلذلك لا وجود لحكومة جديدة مهما كانت لن تسمى جديدة، لأن هي جزء من هذا الخراب، جزء من هذا الإطار المخرب، وتكون تكرار للتجارب. نعم، الحكومات السابقة. شكرا للدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، شكرا للدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق كان معنا هنا في الاستوديو، وشكرا للدكتور سعد ناجي جواد الساعاتي أستاذ العلوم السياسية كان معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن، وشكرا لكم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.